رح نتحدث هلأ عن الخدمات الصحية أو خدمات الصحة النفسية المجانية التي تقدمها جمعية المستقبل الزاهر. رح يكون معنا الحديث عن الموضوع سيدة مسعدة أبو محفوظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية جمعية المستقبل الزاهر. أهلا وسهلا فيكي ست مسعدة. وكمان رح تكون معنا سيدة عفيفة شافعي، مديرة العيادات أيضا في جمعية المستقبل الزاهر. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا بدنيا يا دنيا. أهلا وسهلا، شرفتونا. قبل ما نحكي بتفاصيل أكثر عن خدمات الصحة النفسية المجانية اللي بتقدموها، حابين نعرف أكثر عن الجمعية كجمعية، إذا بتقدري تحدثينا عنها. يعني حضرتك رئيس مجلس إدارة الجمعية، شو طبيعة الخدمات والأعمال التطوعية اللي بتقدموها من خلال جمعية المستقبل الزاهر؟ الآن جمعية المستقبل الزاهر تم تأسيسها في شهر 3/2013. شو كانت فكرة تأسيسها؟ إنه إحنا كنا مجموعة من الأخصائيين النفسيين ندرس بالجامعة الأردنية. من خلال دراستنا لمدة 4 سنوات وجدنا أنه في فجوة بين التطبيق العملي وبين الدراسة النظرية. فكان وقتها أنه بما أنه إحنا كنا مجموعة من الناس اللي بنشتغل بالميدان أصلاً قبل ما ندخل على مجال الدراسة أو مجال دراسة علم النفس، فكانت فكرتنا أنه إحنا بدنا نهيئ فرصة للكوادر النفسية أنها تأخذ خبرات عملية على أرض الميدان. فاجتمعنا تقريباً 7 أشخاص، قررنا تأسيس الجمعية. كان الهدف منها أنه نقدم الخدمة النفسية لأقصى عدد من الناس اللي بيحتاجوا للخدمة النفسية. بنفس الوقت كان هدفنا تغيير توجهات الناس بناحية الصحة النفسية، لأنه الناس كلها مفكرة أن الصحة النفسية هي مجرد مرض نفسي، إنسان مجنون بحاجة لعلاج نفسي، بحاجة لدواء، بحاجة أنه يدخل مصحة نفسية. للأسف الشديد نظرة الناس لعلم النفس نظرة خاطئة جداً، لأنه أنا بنظري أنه علم النفس بدخل في كل مجال من مجالات الحياة. يعني أنا بشبهه كيف ما بدخل الملح لجميع أنواع الأطباق أو أطباق الطعام. فالآن علم النفس شيء كثير مهم. بتمنى بيوم من الأيام أنه نوصل للوعي أنه إحنا علم النفس أو الصحة النفسية مش وصمة، ومش وصمة عار لأي إنسان يصاب بأي مرض، لكن كمان لازم ننظر للوجه الثاني من الصحة النفسية، اللي هي أنه إحنا كبشر في أي لحظة من اللحظات نحتاج لخدمات الصحة النفسية، في تربية الأطفال، في العلاقات الزوجية، في مجال العمل، في مجال علاقاتنا مع الآخرين، في كل مجال. فإحنا المفروض نغير وجهة نظرنا من ناحية الصحة النفسية شو بتختص ولأيش أنه ممكن نقدم خدماتنا. تمام. رح أنت لك ست عفيفة، يعني حضرتك مديرة العيادات وحضراتكم بتقدموا يعني خدمات مجانية بالنسبة للصحة النفسية. مع هالخدمات المجانية بتحس إنه صار في إقبال أو صارت الناس تقبل على إنها يعني تتعالج علاج نفسي؟ هو شيء مفرح الصراحة إنه صارت شوي تغيرت رؤية الناس. يعني صار الأشخاص يعرف إنه ممكن أنا أتعرض لأي التهاب في أي جزء من جسمي، وبالتالي ممكن صحتي النفسية تتأثر. وبطل مثل ما تفضلت ست مسعدة، بطل الموضوع أنه أنا مجنون، مصطلحات اللي يعني أو يطلق على بعض الأشخاص. يعني ممكن يكون أنا أطفال يصير عندهم خلل في السلوك، ممكن يصير في سلس بولي، هذا بيتحول لصحة نفسية مشان يصير التعامل معه. يعني أمور بسيطة مش بالضرورة تكون أنه كتير يعني معقدة. طبعا في يعني هو في ليفلز من الموضوع حسب شو الحالة، بس في حالات ببساطة أنه ابني ما بيروح الحمام مزبوط، ولا مرحلة أنه في عندي شغلات يعني تتعلق بالهلوسات وكذا، كلها موجودة. ففي إقبال، جوابا على سؤالك، نعم في إقبال، لكن الهدف أنه يكون الإقبال بدون أي إحساس بالنقص أو بالتفرقة الاجتماعية، أنه أنا عندي ولد في البيت مش عارفة شو أعمل فيه مثلا، أو عندي صديق أو كذا. فهي الوضع اختلف، لكن يعني إحنا إيدنا بإيد كل الأشخاص المعنيين في هذا الموضوع اللي ممكن يساعدونا فعلا نزيل هذه العصمة الوصمة وتنتهي تماما من حياتنا إن شاء الله. طيب أنا حابة أدخل أكثر بتفاصيل طبيعة خدمات بما يتعلق بالصحة النفسية اللي بتقدموها من خلال الجمعية. يعني مثلا إحنا بنعرف إذا تفاقم المشكلة النفسية أو إذا تفاقمت المشكلة النفسية عند شخص معين، هون أحيانا بيحتاج إلى أدوية. صحيح. وإذا كانت مثلا خفيفة ممكن استشارة نفسية بسيطة تحل له المشكلة. تمام. فشو طبيعة الخدمات بالتفصيل اللي بتقدموها؟ يعني كوني أنا على علاقة مباشرة بموضوع العيادة رح أعطيكم جواب. يعني الحقيقة أنه في أكثر من مجال إحنا بنشتغل فيه. أول شيء رعاية نفسية يعني رعاية للصحة النفسية، سواء احتاجت مثل ما تفضلتي أدوية وعلاجات مع طبيب أخصائي نفسي، أو إذا تم الاحتياج لموضوع أنه يكون في
أخصائية نفسية بس مش طبيبة، طبعا بتكون سايكوثيرابيست بتعمل علاج بطرق مختلفة، هذا جزء منها. فإحنا بنستقبل كل الحالات اللي يعني بيكون في طبعا مقابلات أولية بيعملوها الأشخاص الكيس مانجرز إحنا بنسميهم مدير الحالة، من خلالها بيحدد وين الاتجاه، هل رح نبعث الشخص هذا لطبيب نفسي أو لأخصائي نفسي، هذه واحدة منهم. الموضوع الثاني إحنا كتير نشيطين في موضوع التثقيف والتوعية النفسية على مستوى المجتمع، يعني أطفال سواء أزواج على المقبلين على الزواج أو حاليا متزوجين، طلاب بنعطي تدريب متخصص، طلاب علم النفس اللي بتخرجوا من الجامعة اللي ما بيعرف وين يبلش وما بيعرف كيف يؤدي هالخدمة النفسية، احنا بنقول دعم نفسي طب كيف أقدمها، فبيتدرب تدريب عليها. إذا في أشخاص بيشتغلوا بتمريض وعندهم قسم سايكايتري بنقدر نحن نعطي. فالمجالات كتير متوسعة، وإحنا يعني مثل ما بيقولوا the sky is the limit، ما عم نوقف وين في مجال للتعاون دفنتلي عم نقدم يعني. الله يعافيك يا رب. طيب بدنا نحكي أكتر ست مسعدة عن الكوادر اللي موجودة عندكم اللي بتقدم هاي الخدمات المجانية، وأيضا قدي عدد العيادات الموجودة، قدي أنتوا بتقدروا يعني تخدموا، يعني قدي عدد الناس اللي بتقدروا تقدموا لهم خدمات الصحة النفسية المجانية؟ حاليا احنا عندنا طبيبين نفسيين، طبعا الشكر الجزيل لهم على تعاونهم الدائم للعياده بشكل عام، الدكتور محمد الخواجه والدكتور طارق الحجاوي، يعني عالمين من اعلام الاطباء في علم النفس الحمد لله. بعتقد دائما واحمد الله على فرصه انه دائما رب العالمين بييسر لنا من الكوادر الرائعه جدا اللي ممكن تقدم الخدمات النفسيه شبه المجانيه من قبل الاطباء. الآن في عندنا كمان تقريبا ما يقارب 4 إلى 5 أخصائيين بيداوموا بالعيادات النفسية بيقدموا الخدمة النفسية في عمان وفي إربد. حاليا إحنا عندنا عيادتين في عمان وفي إربد، كنا بنشتغل بمخيم الزعتري لكن مش بالمجال الطبي، كان بالمجال التوعية النفسية. كنا بننفذ 5 برامج العنف الأسري، كنا نشتغل على برنامج كتير حلو هو مخصص للصبايا اللي بتزوجوا تحت عمر 18 سنة، كان اسمه أحلام البنات، حققنا إنجازات رائعة في هذا البرنامج. كان في عندنا كمان برنامج العنف الأسري حكينا عنه، وفي عندنا برنامج هو علاج للصدمات النفسية المتوسطة فما دون. هذا ببرنامج تدريبي كنا نعطي الأطفال المعرضين للصدمات واللي تعرضوا لصدمات نفسية يعني ما تكون كتير شديدة، برنامج اسمه أساليب البقاء، برنامج رائع جدا، استطعنا أنه نوصل الأطفال لحالة الاستقرار النفسي بعد الأزمات. في عندنا برنامج اسمه التحدي العاجل، وهذا كان البرنامج مخصص للشباب والصبايا تحت عمر 18 سنة، لأنه أنا بوجهة نظري أنه الطفل أو الشاب أو الصبية اللي عندهم وقت فراغ طويل فهم أكيد هذا رح يعود عليهم بشيء سلبي من الناحية الاجتماعية أولا وثانيا من الناحية النفسية. فكان عندنا برنامج اسمه التحدي العاجل، كان بيعطي مهارات تفكير كيف يحلوا مشاكلهم بالحياة، طبعا من خلال وضعهم بمواقف معينة هي تعتبر تحدي بالنسبة لهم. وفي عندنا برنامج العنف الإرشاد الوالدي اللي هذا كان ساهم يعني بشكل كتير كبير بأنه بوعي الأب والأم لطريقة التعامل مع الأطفال. أغلب مشاكلنا اللي بتوجي للعيادة النفسية أنه سوء تعامل الأهل مع الأطفال، مو لأنه هم سيئين، بسبب جهلهم بأساليب التعامل مع الأطفال. يعني مثلا طفل كان طفل لكن الآن وصل لمرحلة المراهقة، شو هي الميزات اللي يعني بتتغير عند هذا الطفل أو عند الصبية هاي في مرحلة المراهقة؟ الأهل بفكروا أنه عنيد، لا هو مش عنيد، هو عنده احتياجات، بحاجة أنه يكون شخصيته، بحاجة أنه متطلبات شخصية مش موجودة، ممكن تروح عن ذهن الأم والأب أنهم يقدموا هذا الشيء لأطفالهم. مهارات الاتصال والتواصل، أغلب الأسر أنا لاحظت أنه ما عندها مهارات اتصال وتواصل جيدة مع أطفالهم. أسلوب الأمر، أسلوب النهي، ممنوع تعمل، وليش ممنوع أنك تعمل، ما بيحكوا عن هذا الشيء. فالآن إذا إحنا تطرقنا في عنا عيادتين نفسيتين في إربد وعمان، مجموع عدد الزيارات اللي أو المراجعين للعيادة النفسية خلال السنة الماضية تقريبا 2661 مستفيد. هذا عدد مش قليل طبعا. كمان عدد الناس اللي استفادوا من البرامج السنة الماضية حوالي 1005 أشخاص. حلو. عدد الزيارات المنزلية، طبعا عندنا فريق اجتماعي، هذا الفريق بيطلع للبيوت بيحدد بعض البيوت اللي ممكن يزورها،
كان عدد الزيارات المنزلية بعمان وإربد والزعتر السنة الماضية تقريبا 5616 زيارة. يعني في حال مثلا شخص تواصل معاكم يمكن عن طريق الهاتف، ممكن أنكم تعملوا له زيارة شخصية إذا هو مثلا مش قادر يوصل، ممكن أم مش قادر مثلا تغادر المنزل بحاجة لمشورة نفسية، بتقدروا أنكم توصلوا لها؟ لا، بالنسبة لها طبعا أكيد. هلا اللي بيصير أنه اللي ما بيتمكن من يعني أنه يحضر للعيادة، في فريق متخصص الأوتريتش تيم بيطلع بيعمل مسح للمناطق وبيروح بيشوف مين الأشخاص اللي محتاجين، بيعمل تقييم سريع ويعني سكان سريع للحالة واحتياجاتها، وبيتحول بناء عليها، ممكن تتحول للعيادة، ممكن تتحول لجهة تانية، يعني بتكون هي اللي ممكن تدعمه مثلا ماديا. احنا هذا الموضوع ما بنتعامل فيه، بنحكي مع الصحة النفسية وكذا، فإذا محتاج معونة مادية أو طبية من نوع آخر فبيتم تحويله. فطبعا بيصير في زيارات ميدانية، في تارجت، يعني في أعداد احنا بنحكي بال400 شخص بينزاروا شهريا، ما شاء الله ما شاء الله، يعني عدد مش قليل ابدا. نعم نعم. طب الدعم ست مسعدة، يعني من بيجيكم الدعم؟ يعني انت بتقولي انه في معاكم اطباء ولكن شبه مجانية، يعني معنى آخر عم تدفعوا لهم لو مبلغ بسيط، ولكن هذا الدعم من وين عم بيجيكم التمويل؟ للأسف الشديد يعني، وأنا بحكي بمرارة بهذا الموضوع، إنه الصحة النفسية من الجوانب المهملة بالدعم المحلي على الأقل. خلينا نحكي إحنا كجمعية حاليا صارنا 3 سنوات بناخد دعم وتمويل من مؤسسة طبية عالمية اسمها أطباء العالم، ساعدونا ودعمونا لمدة 3 سنوات. يعني هاي كانت فرصة بالنسبة لنا أنه نقوي أقدامنا في العمل الميداني النفسي بالأردن. بنواجه مشكلة في أنه نستقطب دعم محلي، يعني إحنا حابين كمان نشتغل على، إحنا حاليا نشتغل على اللاجئين، لكن نستقبل مرضى من أي جنسية، من أردنيين، سوريين، من أي حدا. الآن كانت فرصة بالنسبة لنا، يعني فرصة قوية، أنه المنظمة هاي بتدعم اللاجئين السوريين، فكانت فرصة لنا أنه إحنا نقوي الجمعية، نقدم الخدمات النفسية للأردنيين وأي جنسية تانية. صح. الآن أنا بتمنى عن جد فعلا بتمنى أنه لو يتواجد حدا يهتم بالصحة النفسية بشكل عام. إحنا الصحة النفسية للأسف الشديد جانب ضعيف يعني كدعم. الصحة النفسية عندنا بالأردن جيدة لكن تحتاج لفلوس كثير، يعني أي شخص بده يراجع عيادة نفسية رح يدفع على الأقل في كل زيارة 50 دينار. صح. أنا من خبرة الشخصية في الجمعية، ناس كتير بتيجي على الجمعية بتتفاجأ أنه خدماتنا مجانية. يمكن هذا الجانب اللي قوى طبيعة عملنا، أنه الشخص بس يجي بيعرف أنه هو ما رح يدفع، فهو بيزورنا مرة وتنتين وثلاث. لكن لو راح على طبيب نفسي رح يأخذ الدواء يمكن ما يرجع مرة تانية عشان الكشفية أو عشان بالضبط. يعني المرة الأولى ممكن توصل 50 دينار، تاني مرة المراجعة ممكن على الأقل 35 دينار، غير الأدوية. عم نقول الأدوية النفسية غالية جدا. صح. أقل نوع دواء نفسي ما بيقل عن 16 دينار على الأقل. أقل إشي. فالآن الجهة الداعمة بالنسبة لنا هي جهة يعني جهة أجنبية، قدمت لنا فرصة ممتازة جدا حتى أنه إحنا نقف على يعني على أقدامنا. فبتمنى بالفترات الجاية حتى أنه يسهلوا لنا طريقة الدعم. في كثير من الأحيان إحنا بصح لنا دعم لكن الإجراءات الروتينية فهي بتقف عائق بيننا وبين إنه نأخذ هذا الدعم. نعم صحيح. كتير حلو. طيب إحنا في عنا اليوم سؤال تفاعلي منحب نتفاعل فيه مع كل الأشخاص اللي بيتابعونا أيضا عبر هواتفهم الذكية وعبر صفحتنا على الفيسبوك، عم نسألهم عن موضوع الصحة النفسية وعم نقولهم هل بتعتقدوا إنه في هناك وعي كافي بمفهوم الصحة النفسية في الأردن؟ فالخيارات المتاحة هي بنعم أو لا. رح نشوف النسب. 86% من الأشخاص بيقولوا نعم في وعي كافي بمفهوم الصحة النفسية، و14% بيقولوا لا. أنا بقول يعني إذا بده يكون في وعي كافي بفضل جمعية المستقبل لأنه هي الوحيدة المعنية بموضوع الصحة النفسية كيعني عمل تطوعي. فإيش رأيكم بهذا؟ يعني هو بصراحة رقم مفرح، يعني فرحتيني إذا إحنا عم ننجز هذا الشيء. طبعا أكيد في جمعيات كتيرة بتشتغل. نعم. بس إحنا يمكن في إلنا خصوصية، وأنا يمكن شهادتي مجروحة بالجمعية. بس في خصوصية بفريق العمل، يعني احنا بنتميز بفريق العمل تبعنا اللي هو عم يقدر يكون يعكس الصورة الحلوة للناس لتقدر تستقبل منا. فاحنا الصحة النفسية حريصين فيها بين الموظفين تكون
سليمة مشان نقدر نعطي المراجعين تبعنا سواء كانوا كبار أو أطفال أو هيك. طب أنا بس في عندي هيك سؤال سريع بموضوع المتابعة. يعني الشخص اللي بيكون في عنده مشكلة نفسية أو في عنده استشارة نفسية، الزيارة لمرة واحدة هي غير كافية، وخصوصا مثلا إذا كان عم بياخد أدوية، لأنه بنعرف قديش أدوية المشاكل النفسية أو الأدوية النفسية هي ممكن أنها تؤدي إلى الإدمان إذا ما توقف أو خففت بطريقة معينة. صح، أو خففت بطريقة معينة. فكيف بتعملوا؟ يعني هل هناك في مجال للمتابعة بما أنكم يعني شبه مجان برضو بنرجع نقول؟ هو طبعا أكيد مثل ما تفضلتي ما في زيارة واحدة لا عند الطبيب ولا عند الأخصائي النفسي. يعني خليني أقول لك أنه بالمعدل العام أي شخص بيراجع العيادة للأخصائي النفسي بيشوفه الأخصائي النفسي بين 6-8 جلسات على الأقل. على الأقل وقد توصل ل 12 جلسة. وفي ناس يعني بيكونوا دائما بدهم دعم، خصوصا في اضطرابات معينة بالشخصية بده دعم على مدار العام، فممكن يضل يشوفه 6 شهور و7 شهور وأكثر. طبعا تتحدد جلسات أسبوعية أو كل أسبوعين حسب كيف تقدم الحالة. بينما بنسم بالطبيب النفسي بتصير أول مرة الزيارة، بياخد الدواء، الدكتور بده يتابع بعد أسبوعين يشوف كيف آثار، إذا صار آثار جانبية. فطبعا لحد ما يقول الدكتور انه هون المريض هذا مثلا بدنا نخفف الجرعه او يعني كل الشكر لكم، ما بنقدر نحكي غير هيك، لانه فعلا انتم القيتوا الضوء على يعني مرض كثير مهم، يمكن للاسف هو مهمل، ولكن هو اساس يمكن لعلاج كل الامراض العضويه هو الامراض النفسيه. بدي اتشكر وجودكم معنا ست مسعده وايضا ست عفيفه، شكرا لوجودكم معنا، اهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا. شكرا. اهلا وسهلا.